هاي هدول الصغار أول مرة بطلعن أنا بالإكراه من العش. ما عندنا واحد بيطلع بكيف غير الأسود الصغير. وين الأسود؟ عم يتفقدوا هلق المحيط. هذا الأسود تحتي، هذا أصغر واحد. تورطت اليوم أنا وطعميته، ليكو كيف مليان مي. طعميته سفاين دجاج مطحوني مزبوط، يعني مطهوي كمان. قام اختنق وصار يرجف ويشد وكذا، بده يموت صار. يعني اخذته عند امه تردعه، صارت تلحسه وما حسألت فيه، نفضته ضربتين على ظهره هيك لصار يتنفس ورجع شفي، ولا كان على وشك يموت. يعني هي رجفه الموت كانت هي. هلا هدول القطط الصغار اول مره بينزلوا على الارض عم يكتشفوا، عم يشمشموا. لاحظوا كيف عم يشمشموا الارض. اهلين الشباب، اهلا اهلا اهلا. هذا انا نظفت لهم الصندوق، غيرت لهم الارضيه تبعهم. هلا صاروا يرجعوا، يعرفوا يرجعوا على ريحه امهم بيرجعوا. هذا بعده هنا بيتفسح، هدول جنب الصندوق عم يستندون. اثنين صاروا جوا. ثلاثة برا، واحد بعيد هلا عم يتوجه لعنده. إذا عم يشموا الأرضية، عم يستكشفوا المكان. يعني هاتركن يلعبوا بالأرض. طبعا كلهم توجهوا باتجاه ريحة أمهم رغم إني بعدتهم عنها أنا. يعني هيك هلا هاد راح بهون، هذا راح لهون. هلا نشوف. إذا كله عم يدور حوالي الأم، يعني ما عم بعد عنها، بيروح متر وبيرجع لعندها، بيروح متر وبيرجع لعندها. هذه الخطوات الأولى للبيبيات خارج العش. شوف كيف بيمشوا فرشخة. تقول عرايس بعد يومين من شهر العسل. يلا حبوبات، يلا يلا يا حبي. على بتزعل من الناس لأنه نحن هيك قليلين أدب بالحكي. طيب بكفي هذا الفيديو هيك 3 دقايق بس، نحن كمان نوثق شلون عم يمشوا أول خطوات على الأرض. انا بدي رايح بيري، يعني انا استعجلت عليهم رغم انه لسه بدهم وقت طويل. يعني استعجلت عليهم مشان يقدروا يطلعوا يصيدوا دبان، يصيدوا فراش، يتسلوا، يعني يلعبوا، يريحوا امهم من الرضاعة. هلكت مسكينة، 6 ولاد يعني دوبب هدول ما عم تلحق لهم اكل. شو بدك؟ هذا اللي بيشبه بوران، هاي فيهم ارجو تايه. يعني انا اللي فيك يا دنيا. يلا شكرا لكم وباي باي.